دار صحة البصر أكيد لها دور يعني كلش كبير. أيضا راح يتم يعني مفارز عندكم بقرب من منفذ الشلانتش وأيضا منفذ الصفا. نعم طبعا عظم الله لكم الاجر في أربعينة الامام الحسين. احنا بدانا تقريبا من حوالي اكثر من شهر، كانت لنا زياره موقعيه من قبلي الى مركز الشلامجه، طلعنا على الواقع الصحي الموجود. مركز الشلامجه بدا تاهيله والكل والحمد لله اعضاء مجلس النواب الاخوه يعني مدير المنفذ اشاد بتاهيل المركز الصحي واصبح واجهه لغرض خدمه المرضى. تم اعاده تاهيله وتزويده بكافه الادويه والمستلزمات الطبيه بكافه الاجهزه الطبيه، والكل بصراحه اشاد بالجهود الموجوده من قبل دار صحه البصره وكوادر دارة الصحه فيما يخص المركز الصحي في منفذ الشلامجه. هذه اولا. احنا هذه السنه اختلفت عندنا الخطه فيما يخص زياره الاربعيني، تعرفون خدمه الزوار هي خدمه واجبه. بدات عمليه نقل المستشفى المتنقل، يوجد لدينا مستشفى متنقل الى منفذ الشلامجه، الان المستشفى المتنقل موجود. المستشفى ايضا يقدم خدمات طبيه، طبعا الغرض يعتى نتيجه الزحام الشديد اللي شفناه قبل سنه وسنتين. بالتالي انه قلل الاحاله الى المستشفيات، فعززنا الان راح تكون الان مركز صحي بالاضافه الى موجود المستشفى المتنقل. طبعا جداول كافه الكوادر من موظفي الخدمه الى الاداريين الى التمريضيين الى الاطباء، جدول متكامل خلال 24 ساعه. ايضا هناك من قسم العمليات متواجدين وتوفير كافه الادويه والمستلزمات الطبيه بشكل كامل. ايضا بالاضافه الى تواجد داخل المنفذ ثلاث سيارات اسعاف، تقريبا 15 سياره تكون خارج المنفذ على طول الطريق. احنا مفارزنا مستمره على صحه البصره على طول الطريق من الفار الى اقصى نقطه في القرنه او في المدينه، وحتى على الطريق السريع في الناصريه موجودين. طبعا هذه راح تكون المفارزه الطبيه تحت اشراف القطاعات اللي موجوده في المدينه في القرنه في ابو الخصي، كلها مشرفه عليها. وبدانا بتوفير، هناك تنسيق عالي مع قياده العمليات في تسهيل عمليه تنقل الاسعاف، تنسيق عالي معهم مع المفارز الاخرى من الجيش او المفارز الاخرى من الحشد بالعمل معهم وعمليه اعطاء العلاج للمرضى والاسعاف الحالات الطارئه. فكان هناك تعاون بشكل كبير مع قياده العمليات وباقي الاجهزه الامنيه والاجهزه والدوائر الاخرى. ايضا احنا تحضيراتنا بعد ما يعني مثل ما تعرفون الان راح يصير زحام كبير في الشلامجه، راح بعدها قلنا ايضا وجهنا الان وبدات عندنا المفارز الطبيه اللي احنا كل سنه موجوده في مدينه كربلاء في محافظه كربلاء المقدسه في مدينه الزايري، ومثل ما تعرفين هي المفارز الطبيه اللي موجوده في مدينه الزايري تستقبل اعداد كبيره، وصلت في العام الماضي الى حد 1000 و2000 مراجع يوميا، بعضها يوم من الايام وصلت الى 3000 مراجع. تم تسميه كافه الكوادر الطبيه وغادروا البصر الان الى مدينه الزائرين. فالان الخطه الصحيه ان شاء الله راح تكون متكامله على طول حدود البصر وفي كربلاء، منفذ السفان الحدودي ايضا تم تهيئه المفارز الطبيه الموجوده والمركز الصحي هناك وباشراف بشكل مباشر. ايضا في خطوه الامام علي تم تهيئه كافه المستشفيات الطارئة للطوارئ في حالة حدوث لا سمح الله أي حد طارئ، سواء الزوار العرب والأجانب والأخوة العراقيين، راح يكون عندنا مستشفيات مهيئة قريبة، مستشفى الصدر التعليم، مستشفى البصر، كافة المستشفيات على قربة استعداد لا سمح الله لأي حدث أو طارئ، مزودة كل الطوارئ بكافة الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر المتواجدة خلال هذه الفترة، وإن شاء الله نتمنى السلام إلى زوار الكرام.